السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا موضوع الأبواب الأفعال الثلاثية ومصادرها. اليوم راح نشرح فقط أبواب الأفعال الثلاثية. صيغة السؤال بالامتحان الوزاري ستأتي حول هذا الموضوع أو تأتي على هذه الصيغة: هات مضارع الأفعال الآتية ثم رد كل فعل إلى بابه. ويأتي هذا السؤال في صيغة ثانية: هات ماضي الأفعال الآتية ثم رد كل فعل إلى بابه. هذا السؤال يعود إلى درس أبواب الأفعال الثلاثية. كبداية تعريفية عن الأبواب الأفعال الثلاثية، شنو معنى الأبواب؟ ركز لي يا عزيز الطالب. أبواب الأفعال الثلاثية هو معرفة الميزان الصرفي للفعل في زمن الماضي والمضارع. انتبه لي، احنا بالدرس الماضي شرحنا الميزان الصرفي، اذا كان الفعل ثلاثي على وزن فعل، او اذا كان الفعل رباعيا على وزن فعل. ابواب الفعل الثلاثي متعلقه في درس الميزان الصرفي. ركز وياي عزيز الطالب. من حيث حركه الحرف الثاني، يعني انا هسه يعني هذا الموضوع مالتي راح اشرح لك اياه، ركز لي فقط على الحرف الثاني من الفعل الثلاثي، حيث ان الفعل الثلاثي المجرد ياتي على، وخلي لي خطين، على ستة ابواب، على ستة ابواب وحسب عدد الافعال. يعني شنو معنى حسب عدد الافعال؟ هنا انا راح اوضح لك اياها في الشرح. حيث ان الباب الاول اكثر الافعال. انتبه لي بابا، الباب الاول دائما اكثر الافعال، او اكثر الاسئله تجي بالامتحان الوزاري الباب الاول، لان هو اكثر الافعال، ها، هو الباب الاول، ويليه الباب الثاني. الباب الثاني عدده قليل، الباب الثالث يقل، الباب الرابع يقل، لحد ما يوصل الى الباب السادس، والباب السادس هو أقل الأفعال. انتبه العزيز طالب وركز وياي. ويليه الباب الثاني أقل من الباب الأول، وتستمر إلى الباب السادس. وضحت؟ وضحت إن شاء الله. ولمعرفة أبواب الفعل هنالك قاعدة مهمة جدا يجب على الطالب أن ينتبه عليها. شلون يعني؟ أولا يجب علينا أن نضبط حركة عين الفعل. شنو معنى عين الفعل؟ أكمل الشرح وبعدين أوضح لك إياها بالصيغة اللي أنت تفهمها. في يا زمن، في زمن الماضي والمضارع. عزيز الطالب، شنو معنى كلمة عين الفعل؟ شنو معنى عندك عين الفعل؟ يعني واحد يقول لك شنو عين الفعل؟ يعني العين اللي يقصد بها اللي يشوف فيها، العين اللي هي النظر مالتي. بابا عين الفعل المقصود بعين الفعل هو الحرف الثاني، الحرف الثاني، الحرف الثاني، عيد، الحرف الثاني في زمن الماضي وفي زمن المضارع. وضحت؟ وضحت. انتبه لي وياي. اي بمعنى الحرف الثاني في الماضي و الحرف الثاني من المضارع. أنا ما افتهمت استاذ شون. احنا عندنا شو تعلمنا؟ الوزن مالتي الاصلي اذا كان ثلاثي على وزن فعل، اما اذا كان مضارعه يفعل. أنا هسه ايش راح اسوي؟ ايش راح اشتغل؟ راح اشتغل بس على عين الفعل اللي هو هذا. عين الفعل، عين الفعل الثلاثي، عين الفعل الثلاثي. تمام؟ تمام. انتبه لي عزيزي الطالب الى هذه القاعدة. ولتسهيل معرفة باب الفعل يجب علينا ان نحفظ البيت الشعري الآتي. يعني شلون عزيزي الطالب؟
أنا عندي بيت شعري، أنت لازم تحفظه. من راح تحفظه البيت الشعري والمصور ده يضحك هسه. يجب علينا أن نحفظ البيت الشعري. فتح ضم، فتح كسر، فتحتان، كسر فتح، ضم ضم، كسرتان. ما افتهمنا يعني بابا شنو معنى كلمة فتح ضم؟ أي بمعنى هذا عندي فعل وياي عزيزي الطالب، فعل المضارع مالته يفعل. يعني بالمختصر بالمختصر أنا هنا ايش راح أسوي؟ راح أخلي فتحة على عين الفعل. ليش هو يقول لي فتح ضم؟ أي بمعنى مفتوح العين في يا زمن الماضي ومضموم العين في يا زمن. وين ما تشوفون عين تلاحظون؟ وضحت إن شاء الله. نكمل الشرح مالتي. فتح وكسر، أنا القاعدة مالتي فعل يفعل. فتح وكسر، هاي العين هاي العين، نخلي عليه فتح. كسر وين؟ بالمضارع. مضارع هذا عندي ماضي، هذا عندي مضارع، شنو نخلي؟ كسرة. فتحتان فعل يفعل. تلاحظ هاي العين هاي العين. أنا هنا عندي وزن الفعل الثلاثي، فعل يفعل. فتحتان أي بمعنى مفتوح العين في يا زمن الماضي ومفتوح العين في زمن المضارع. الباب الرابع، كسر فتح. شنو معنى كسر فتح؟ هو أصلا عكس فتح كسر، يعني عكس الباب الثاني، عكس الباب الثاني. ما راح نسوي؟ الماضي هنا عندي مضارع، فعل يفعل. بتلاحظ مكسور العين في زمن ثاني والعفو ومفتوح العين في زمن المضارع. ضم ضم أسهل الأبواب. يعني شو معناه؟ أيضا فعل يفعل، مضموم نشتغل مضموم بمضموم. تلاحظون على عين الفعل. الباب السادس، كسرتان فعل يفعل، هاي العين الفعل. شلون نخلي كسره؟ باعوها كسره. هذا الايضاح مالتي. هسه واحد هنا من الطلاب راح يسالني سؤال، راح يقول استاذ هسه انت شرحت لي هذا الابواب الافعال الثلاثيه وقلت لي انه احنا لازم نعرف الحرف الثاني في زمن الماضي والمضارع اللي انت اعطيتني عليهم قاعده، فعل يفعل، ولتسهيل معرفة باب الفعل يجب علينا أن نحفظ البيت الشعري الآتي: فتح ضم، فتح كسر، فتحتان، كسر فتح. زين هسه أستاذ، هسه أنت من حكيت لي هذا كله، أنا هسه كطالب شلون راح أميز الباب الأول عن الباب الثاني؟ هاي شلون شغلة هاي؟ الباب الثالث عن الباب الأول، الباب الرابع عن الباب الثاني، شلون أميز ما بين أين ضمه؟ ها شلون أميز ما بين الباب الخامس والباب الاول؟ شلون راح اميز هنا؟ هذين عباره عن اقفاله. انا هنا راح اعطيك بكل قاعده وبكل باب بعض المفاتيح لتسهيل علي عمليه فتح الباب. انتبه لي عزيزي الطالب. الباب الاول راح اشرح لك الباب الاول. شو اسم الباب؟ فتح ضم. شو تعلمنا؟ مفتوح العين في زمن الماضي ومضموم العين في زمن المضارع. لاحظ عزيزي الطالب انا شو مسوي لك؟ فتحة على العين بيا زمن الماضي، شوف حتى العين فسخت لك اياها اني وخذت لك فتحة فوقها، يفعل. تلاحظ؟ وتعني فتح العين في زمن الماضي وضم العين في يا زمن عزيزي الطالب في زمن المضارع. مثال: هرب يهرب. تلاحظ ماضي مضارع.
تلاحظ السوى تاني فتحة الضمة. كتب يكتب تلاحظ نصر ينصر نصر ينصر تلاحظ عزيز الطالب. احنا عندنا اهم مسألة في ابواب الافعال الثلاثية هو التهجي. يعني احنا نرجع للابتدائية. يعني انا هسه كطالب نقول كتب يكتب لو نقول كتب يكتب لو نقول كتب يكتبي. لا الافضل واحد كتب يكتب. تلاحظ الضمة شلون هيك يعني منطي قوة وثقل المن للفعل. نقول نصر ينصر لو نقول نصر ينصر بالفتح لو نصر ينصري. لا اكيد نصر ينصر. نكمل القاعدة الثانية. انا هنا عندي شلون القاعدة مالتي تقول قاعدة رقم واحد. انتبهوا هاي القاعدة لازم تكتب وتحفظ. اذا كان الفعل الماضي معتل الوسط انتبه على هاي القاعدة بالالف بالالف ومضارعه معتل الوسط بمن بالواو فيكون من الباب الاول. يعني طالب عزيزي اذا كان الفعل الماضي معتل الوسط بالالف هنا هسه احنا خلينا نوقف على هاي الملحوظه. شنو معنى كلمه معتل الوسط؟ انا هسه يعني شنو معنى كلمه المعتل المعتل العله شنو معناه؟ شنو معنى كلمة معتل معتل معتل؟ أنا هسه كطالب ما أعرف شنو معنى كلمة معتل. بابا المعتل تعرف شنو معناها؟ هو حروف العلة، حروف العلة هي ألف الواو والياء، هذا نحن نسميهم المعتل. صعبة عليك؟ نسيت كلمة ألف وياء؟ ادمجهن سويهن أوي. أوي هنا شنو؟ حروف العلة ألف وواو وياء. هسه احنا عرفنا معتل الوسط شنو؟ معتل الوسط بمن؟ بالالف، يعني حرف العله جاي بالالف وين؟ بالماضي. ومعتل الوسط بمن؟ بالواو. اذا كان في المضارع. فيكون الباب الاول، نجي نشوف. انتبه لي عزيزي الطالب. قال الف لو مو الف؟ بالوسط اجى لو انا غلطان؟ قال بالمضارع شجى؟ يقول. تلاحظ؟ اذا من الباب الاول. عادة معتل بمن بالالف مضارعه شنو يقول تلاحظ الف بواو باب الاول. قام يقوم تلاحظ عزيز الطالب. عام يعوم تلاحظ معتل بمن بالالف في زمن الماضي وفي زمن المضارع بالواو. القاعدة رقم اثنين. قاعدة رقم اثنين اذا كان الفعل الماضي معتل الآخر بالألف عكس هذا ومضارعه معتل الآخر بالواو فيكون من الباب الأول. يعني بالمختصر إذا كان بالماضي بالماضي ألف وبالمضارع واو هذا من الباب هذا من الباب الأول. مثال عندنا ربا يربو ودنا يدنو و تلاحظون شوفوا القاعدة ما تقول دانتها بالألف في زمن الماضي باو علي معتل الآخر بالألف وين بالماضي وضحت إن شاء الله ومعتل الآخر بالواو في زمن المضارع. مثال عندنا السماء يسمو ورنا يرنو تلاحظون. هسا راح نبدي الباب الثاني. الباب الثاني ايضا بقواعد كتذكيرا الباب الاول. الباب الاول احنا سميناه باب فتح وضم. الباب الثاني نكمل عليه فتح كسرا. انتبهوا يا عزيزي الطالب. الباب الثاني فتح كسرا. يعني شنو معنى فتح كسرا؟ اي بمعنى مفتوح العين في زمن شنو؟ الماضي. ومكسور العين في زمن المضارع. تلاحظ؟ زين انا هنا أنا موضح لك يا ان الوزن مالتنا اللي تعلمناه مفتوح العين في زمن الماضي وتلاحظ هاي العين مكسوره في زمن المضارع وفسخت لك اياها للجمله. هاي العين اللي هنا تلاحظ عزيزي الطالب
زين، وتعني فتح العين في زمن الماضي وكسر عين الفعل في زمن المضارع. مثال: ضرب يضرب، وأيضا غفر يغفر، وغلب يغلب، تلاحظون، وجلب يجلب. هنا عزيز الطالب عندي ثلاث قواعد حتى تعرف انه هذا الباب الثاني. تمام عزيز الطالب، ركز وياي واحفظهن، اكتب لي انا بورقة وقلم. القاعدة رقم اولى: اذا كان الفعل شنو؟ الماضي معتل الوسط بالالف. معتل الوسط بالالف يعني شنو؟ كلمه معتل الوسط تذكيرا حروف العله شنو هي؟ من نشوف معتل ترجم مثل ما احنا نترجم بالانجليزي، نترجم بالعربي معتل يعني احد هاي الحروف بها لو الف لو واو لو ياء. وضحت؟ وضحت ان شاء الله. معتل الوسط يعني بالنص حرف عله، هو يا هو العله الالف ومضارعه ها معتل الوسط بمن؟ بالياء، فيكون من الباب الثاني. يعني شلون عزيز الطالب؟ عندي هنا ماله معتل بمن؟ بالالف. بيا زمن؟ شلون؟ احسنت، في زمن الماضي. معتل بمن؟ بالياء. بيا زمن المضارع، فهو من الباب الثاني. انتهى. سالة يسيل، تلاحظ معتل بمن؟ معتل بمن؟ في زمن الماضي بالالف وبالمضارع بالياء. عاب يعيب، هاج يهيج، وسار يسير. ننتقل الى القاعده رقم 2: اذا كان الفعل، يا فعل يقصد به الفعل الماضي، معتل الاخر، معتل الاخر. انترجم شنو معنى كلمه معتل الاخر؟ شنو معنى كلمة معتل الآخر؟ ما سمعت؟ يعني هنا نخلي ألف واو ويا. معتل الآخر بالألف، بس يا ألف هنا حدد لي إياها، حدد لي إياها الألف المقصور. شنو معنى كلمة الألف المقصور؟ احنا بالابتدائية شخذنا المقصور هذا احنا نسميه أبو البطة. معتل الآخر بالألف المقصور، ومضارعه معتل الآخر بالياء، فيكون من الباب الثاني. أعيد: إذا كان الفعل الماضي معتل الآخر بالألف المقصور، ومضارعه معتل الآخر بالياء، نعم، فيكون من الباب الثاني. زين، مثال: طوى يطوي، رمى يرمي. طوى يطوي ورمى يرمي. زين، طوى يعني شنو معناها باحة؟ تلاحظون اذا كان فعل ماضي معتل الاخر بالالف المقصور، تلاحظون الف المقصور ومضارع معتل الاخر بالياء، تلاحظون. زين، رمى يرمي، تلاحظ عزيزي الطالب، الف ياء، ألف ياء، لوى يلوي، عوى يعوي. تلاحظ شلون دا اشتغل؟ دا اشتغل على آخر اثنين. قاعدة رقم 3 والأخيرة من الباب الثاني: إذا كان الفعل، الفعل ماضيا مبدوءا بالواو، ركز على هذه الملحوظة، مبدوءا بالواو، تحذف هذه الواو في زمن المضارع. لماذا تحذف؟ للتخفيف، تحذف للتخفيف. زين، فنعتمد على حركة عين الفعل وليس حرف العلة. يعني بالمختصر، إذا كان عين الفعل، إذا كان الفعل عذرا ماضيا مبدوء بالواو، يعني إذا كان مبدوء بالواو، إذا تلاحظ عزيز الطالب الواو، تحذف هذه الواو بالمضارع. تلاحظون ما موجودة هنا الواو، ليش حذفنا هذه الواو؟ حذفناها للتخفيف، فنعتمد على حركة عين الفعل وليس على حرف العلة.
مثال وجد باع الواو، شلون حذفناها؟ ماكو واو. يجد، ورد يرد، وقف، تلاحظ لي، يقف، ووعد يعد. الباب الثالث، الباب الثالث باب يسمى بباب فتحتان، اي بمعنى مفتوح العين في زمن الماضي ومفتوح العين في زمن المضارع. مفتوح العين في زمن الماضي ومفتوح العين في زمن المضارع. مثال زحف يزحف، قطع يقطع، فتح يفتح، وزهق يزهق. تلاحظون انا هنا عندي قاعدتين. قاعدة رقم اولى، اذا كان الفعل الماضي والمضارع معتلين الوسط بمن؟ بالالف، فيكونان من الباب الثالث. نجي نترجم شنو معنى كلمة معتل. بابا حبيبي وليد السبع، شنو معنى كلمة المعتل؟ عدتها بالباب الاول والباب الثاني وهسه كررها بالباب الثالث. المعتل شنو معناه؟ عرفت؟ اي بمعنى احد الحروف من الف واو يا. تلاحظ معتل الوسط بالالف فيكون من الباب الثالث. مثال زائرة باع بيم المعتل. زأر يزأر، رأف يرأف، سأل يسأل. تلاحظ لي هسه هنا واحد من الطلاب راح يسألني سؤال، يقول لي استاذ انت قلت بالبداية الشرح الحرف الثاني من الفعلين الماضي والمضارع، اشو هنا عندي المضارع صار عين الفعل رابع او ثالث، يعني واحد اثنين ثالث ربما يجي الرابع. احنا ما ندخل بالحروف أنيتو، احنا علينا بجذر الفعل. هاي الياء تسمى بياء المضارع، وضحت؟ احنا علينا وين؟ سأل هذا بقى حرف الثاني، اذا اجى حرف الثاني ما ندخل به، احنا علينا باصله. وضحت عزيز طالب؟ خير ان شاء الله. يعني هنا زأرة اصلها هي اصلها زأرة بس مضارعها يزأر. يقول الطالب هنا شو هنا واحد اثنين ثلاثة، شو هنا صارت عين الفعل ثالث حرف وانت قلت لنا ثاني حرف. اقول له ما دام جت هاي الفعل مضارع حاليا احنا ما ندخل بيها، خليها اشتغل طبيعي علينا بالاصل. تلاحظ وضحت ان شاء الله. القاعدة الثانية من الباب الثالث يقول اذا كان الفعل الماضي والمضارع معتلين الاخر، يعني باخر شيء جاي حرف علة، فيكونان من الباب الثالث. مثال رعى يرعى. لاحظ عزيزي الطالب اذا كان الفعل الماضي والمضارع معتلين الاخر اخر شيء جاء الف فيكونان في من الباب الثالث. مثال رعى يرعى، وسعى يسعى، ونعى ينعى، الى اخره من الافعال. من بعد ما احنا شرحنا الباب الاول والباب الثاني والباب الثالث، هسه احنا وصلنا الى الباب الرابع. الباب الرابع باب كسر وفتح، وهو عكس الباب الثاني، فتح وكسر. زين نجي نشرح الباب. كسر وفتح ما معنى مكسور؟ مكسور العين في يا زمن الماضي ومفتوح العين في يا زمن المضارع. وضحت؟ وضحت. سبق انا وضحت لك اياها. هذا الوزن اللي انت راح تتبعه، باو العين شو مكسوره وهنا جردتها اليك حتى تعرف العين الفعل وين توجد. وتعني كسر عين الفعل في زمن الماضي وفتح عين الفعل في زمن المضارع. واضحه جدا هذا الموضوع. مثال حزن يحزن، عاشق يعشق، تلاحظ ولدي، شرب يشرب، وعلم يعلم. الباب الخامس، الباب الخامس هو من اسهل الابواب هذا الموضوع. شلون احنا نقول من اسهل الابواب؟ لان هذا الباب هو الوحيد اللي بيه ضمات، يعني هو من يجيك السؤال ويقول لك
استخرج هذا الباب او يقول لك هات مضارع الافعال الاتيه ثم رد هذا الفعل الى بابه ومنطيك ضمه على الحرف الثاني، انت ومغمض متوجه تقول الباب الخامس لان هو الوحيد اللي بيضمات. سهله سهله ان شاء الله. الباب الخامس وباب يسمى بضم ضم، اي بمعنى مضموم العين الحرف الثاني في زمن الماضي ومضموم العين في زمن المضارع. تلاحظوا ليدي مثال: كثر يكثر، وبلغ يبلغ، وبعد يبعد، وكبر يكبر. ننتقل الى الباب السادس وهو من اقل الافعال. الباب السادس يسمى بباب كسرتان، اي بمعنى مكسور عين الفعل في زمن الماضي والمضارع. حسب يحسب، وثق يثق، وثق يثق، ورع يرع، وورم يرم. احنا هسه اخذنا البيبان كلهن، نشرحها بالمصطلح العامي. جميع الابواب شرحناهن بشكل كامل: باب فتح ضمن، فتح كسر، فتحتان، كسر فتحا، ضم ضم، كسرتان. صيغة السؤال بالامتحان الوزارة راح تجيك على هذه الصيغة، ما يتجي غيرهن. هاي باطلاعي بالأسئلة الوزارية للسنوات الماضية. هات مضارع الأفعال الآتية ثم رد كل فعل إلى بابه. على سبيل المثال هذا السؤال جبت لك إياه، هات مضارع الأفعال الآتية ثم رد كل فعل إلى بابه. هو قلت لك بعد، هات مضارع الأفعال الآتية ثم رد كل فعل إلى بابه. وضحت هذا السؤال وزاري؟ بهاي الصيغة راح تجيك. أنت ايش راح تجاوب؟ هذا السؤال أنا حنطيكه، أنت راح تجاوبه. يقول لك المضارع مالته بعده ضمه من يا باب الباب الخامس. وضحت؟ إذا صعبها عليك على سبيل المثال وقال لك هاتي ماضي الأفعال ثم رد كل فعل إلى بابه، وقال لك يعلم، انت هنا ايش راح تقول له؟ يعلم ماضيها علم، باب كسر وفتح يا باب، الباب الرابع. هتلاحظ عزيزي الطالب وضحت ان شاء الله. تقول له الباب الرابع. إلى هنا ختمنا والحمد لله الموضوع الثاني من موضوعات اللغة العربية لطلاب صف الثالث المتوسط، وهو موضوع أبواب الأفعال الثلاثية. في الدرس القادم راح أشرح مصادر الأفعال الثلاثية هو اللي تكملت هذا الموضوع. وفقكم الله أجمعين.